السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادة الحضور الكريم، وياكم فاطمة عبد القادر، مدير العلاقات مع الأعضاء ومدير جائزة الإمارات للسيدات. بالإنابة عن مجموعة دبي للجودة، نشكركم على مشاركتكم معنا اليوم وحضوركم لندوة استشراف المستقبل وقيادة منظومة العمل. طبعا تماشيا مع رؤية سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل من خلال تبني كافة الفرص العالمية الجديدة واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة بهدف الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. ومن منطلق هذه المسؤولية نفخر باستضافة اليوم إحدى أبرز رواد هذا المجال، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير على قبولها دعوتنا للتحدث عن استشراف المستقبل، وهي المهندسة نريمان الحكيم. هي مدربة ملهمة ومحفزة تعمل على إعداد قيادات المستقبل من الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي وتمكينهم من تطوير القدرات واستثمار المهارات والكفاءات للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء المتميز. كما يسعدني كذلك تنويه عن الفعاليات القادمة والتي يتم تنظيمها من قبل مجموعة دبي للجودة. نبتدي بجائزة الإمارات للسيدات، جائزة الإمارات للابتكار، جائزة أفكار الإمارات، جائزة الأفكار العربية، والجائزة الدولية للتحسين المستمر ومنتدى الابتكار، وكذلك مؤتمر التغيير الإداري. طبعاً حبيت بس أنوه في حالة وجود أي استفسار أو سؤال يرجى بموضوع الندوة، يرجى كتابة الأسئلة في خانة الـ Q&A. وأترك الآن الفرصة للمهندسة نريمان الحكيم كي تعرفنا وتكشف لنا أسرار المهارات للمساهمة في استشراف المستقبل وقيادة منظومة العمل. فلتتفضلي الأخت نريمان. بيسعدني أقدم هالبروجرام تحت مظلة مجموعة دبي للجودة. برحب فيك يا أخت فاطمة وأخت دعاء وبكل الإخوة والأخوات اللي انضموا لنا. منقول بسم الله الرحمن الرحيم لنبدأ. أسعد الله مساءكم جميعا. اليوم أحضر لكم برنامج شيق عن استشراف المستقبل قيادة منظومة العمل. سنستعرض فيه محاور ساخنة تريندي مواكبة لما نعيشه اليوم في ظل جائحة عالمية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، في ظل كل التحديات نحتاج أن نعرف ما هو نهج حكومات المستقبل وحكومات الماضي وما هو الفارق بينهما. سنتعرض لأهم التحديات والترينز العالمية التوجهات، وسنتطرق لاستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل علاوة على استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدولة وما نفذته من أفضل الممارسات وحققت مراكز ريادية على مستوى العالم. إضافة لشيء مهم جداً هي المهارات المستقبل، ماذا يجب علينا أن نتحلى بها حتى نبقى منافسين في سوق العمل. إضافة إلى ما يتحلى به اليوم عالمنا من غموض ومن عدم يقين ومن حالة من العشوائية يوصف بمصطلح الفوكا، سنتعرض له وكيف نتعامل معه برشاقة ومرونة مؤسسية، وسنختم بأفضل ممارسات القيادات على مستوى العالم التي استطاعت التعامل برشاقة وبمرونة بظل الجائحة. أعلم أن جائحة كوفيد-19 هو عنوان تكرر كثيراً، لكننا لن نتكلم بمعزل عنها باعتبار أنها اليوم تشبه أزمة عالمية يعاني العالم من وطأتها. نحن بفضل الله بدولة قوية قيادتها قوية وقادت الأزمة بقوة بفعالية حتى نكاد نعيش حياة إلى حد كبير طبيعية، لكن قياساً على ما يعيشه العالم ما زال العالم اليوم يعيش في أزمة وما رافقها من تداعيات، من انكماش اقتصادي، من تداعيات على العالم بأجمع، ونحن جزء من هذا العالم. بيسعدني أكون معكم، بيسعدني ناخذ أجوبتكم استفساراتكم بنهاية الورشة من 5 ل 6:30 بتكون
ممكن ناخذ بريك على الساعه السادسه لمده 5 دقائق ونعود بعدها ان شاء الله. ابدا بمقوله ملهمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بتقول: اليوم نحن بنحتاج لحكومه اكثر رشاقه ومرونه وسرعه لتواكب اولويات وطنيه جديده ومختلفه. قياده الدوله عودتنا على الجول والفعل. دولتنا دوله رشيقه، هي تكاد تكون الحكومه الوحيده بالعالم التي تحركت بظل عز جائحه، باوج جائحه كوفيد 19، تم تشكيل حكومه جديده، تشكيل حكومي تم على المستوى الاتحادي اقصد للدوله، تم دمج مؤسسات والغاء مؤسسات واستحداث مناصب جديده تواؤما مع سار. هذا يفسر ويعطي اكبر دليل على الرشاقه في التحرك. منذ زمن بعيد كنا نسمع مقوله انه الاكبر ياكل الاصغر، ثم اصبحت مقوله الاسرع ياكل الابطا لوصف العالم. اليوم الاكثر قدره على التكيف والمرونه هو من يبقى، باعتبار ان عالمنا يتحرك ويتغير بسرعه من حولنا، يتغير بسرعه شديده بحيث لا يمكن التنبؤ به. نحن بظل تحولات جذريه، حتى قبل جائحه كوفيد 19 نحن نشهد تداعيات وتقنيات افرزتها الثوره الصناعيه الرابعه، وعلى راسها الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الحوسبه السحابيه، تكنولوجيا النانو، الطباعه ثلاثيه الابعاد. نحن بحاجه ان نعرف شيئا عنها، وقد يكون احدكم مهتما بالتعمق بها، لكننا بحاجه ان نكون على وعي ودرايه بما يجري حولنا. To be aware، انه ممكن الشخص ما يكون متخصص، بس كثير مهم ان نكون على معرفه بمجريات التي تجري حولنا، وهذا ما يدعونا لان نبدا بمحورنا الاول، نتكلم عن الفرق ما بين حكومات الماضي وحكومات المستقبل. وكما سبقت ونوهت، اليوم أكثر الكائنات قدرة حتى على مستوى أفراد، مؤسسات، على مستوى الدول، هي القدرة على المرونة والتكيف. لا نتكلم اليوم عن حجم الدولة ولا نتكلم عن ثروتها، نتكلم عن قدرتها على التكيف. أذكر على سبيل المثال، من أكثر الدول على مستوى العالم التي كانت جاهزة للتحول لحكومة رقمية والعمل عن بعد بنسبة 100%، إستونيا، دولة إستونيا، دولة أوروبية صغيرة، لكنها بدأت منذ أكثر من 10 سنوات بالتحول الرقمي وجنت ثمار ذلك. على مستوى العربي بلا شك تأتي في طليعتها دولة الإمارات، لكن على مستوى عالمي في دول خططت بشكل استباقي، ونحن منها. منذ 20 سنة نعمل على أتمتة الخدمات وجعلها خدمات ذكية، قطفنا ثمار عندما حلت الجائحة بالعالم، وهي تصنف بعلم الإدارة كبجعة سوداء، يعني كان يصعب التنبؤ بها. حتى علماء إدارة المخاطر والريسك مانجمنت لم يستطيعوا التنبؤ بالجائحة التي أصابت العالم بشلل، ما زالت بعض الدول اليوم تعاني منه، ما زالت بعض الدول غير قادرة على العمل عن بعد ولا التعليم عن بعد، أصيبت بما يعني بما يشبه شبه الشلل، وتأثرت اقتصادات كبرى. ما بين حكومات اليوم وحكومات المستقبل، هناك فرق بين الحكومات بشكل عام إذا قارناها بالقطاع الخاص حركتها أبطأ، باستثناء حكومتنا، نحن حكومة سباقة، حيث القطاع الخاص يتسابق معنا، يعني تم عكس الآية أو الصورة النمطية التقليدية. لكن بما في حكومات الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، بريطانيا، حكومات في منها من تحرك ببطء، وهذا سبب كان أن أصيبت بالجائحة وازداد عدد الإصابات وصلت للملايين، ومنها حكومة الولايات المتحدة، وستعرض لها المثال. ومين الدول اللي نجحت في التصدي للجائحة والتعامل مع الأزمات؟ خلينا نقول الدول التي تحركت بسرعة وكانت على استعداد وجهوزية. أوكي، فالحكومات الاستباقية هي حكومات المستقبل، هي الحكومات اللي تصمم الخدمات متوائمة مع احتياجات الناس، هي اللي بتختبر رضاهم وسعادتهم، بتكون مرنة وسريعة، عكس الحكومات التي تتحرك ببيروقراطية وتحتاج لمجموعة من القرارات وهيكلية في بناها التنظيمية. هذه الحكومات فشلت وتقوقعت ولم تستطيع مواكبة التغيير. هذه أبرز سمات الحكومات التقليدية وحكومات المستقبل. لذلك نحن نحتاج لمفهوم استشراف المستقبل. كثيرون يسألون عن التخطيط الاستراتيجي، ماذا حل به؟ التخطيط الاستراتيجي ما زال موجودا، لكن الخطط الاستراتيجية اللي كنا نعمل بها، وانا عملت مع الحكومة الاتحادية ومع حكومة دبي كموظفة،
سواء كترينينج سبيشاليست او رئيس قسم تنميه الموارد البشريه او مستشار او خبير مشاريع بكل المراكز التي شغلتها ومارست العمل الحكومي عمدة 22 سنة. كنا نعمل على خطط استراتيجية سواء مع حكومة دبي بخطط ترفع للمجلس التنفيذي لحكومة دبي أو مع الوزارات بخطط ترفع لمجلس الوزراء، وعمر الخطة الاستراتيجية 3 سنوات. ما أود أن أقوله من هذا المنبر اليوم أنه لم يعد يحتمل إيقاع التغيير في العالم أن تكون خططك بعيدة المدى. تحتاج لخطط بعيدة المدى للدولة، رؤية بعيدة المدى مثل رؤية الإمارات 2021 اللي تحققت already، باعتبار نحن في عام 2021 لكن لدينا مئوية الإمارات 2071 التي بموجبها نسعى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة بالعالم، بينما 2021 أن نكون من أفضل دول العالم. هناك رؤية للمملكة العربية السعودية 2030 وقس على ذلك دول العالم، لكن على مستوى خططنا اليوم ستكون أقرب أن تكون خطط تشغيلية، خطط سنوية، خطط المراجعة فيها دولية. ما شهدناه في الجائحة وفي الأزمات مراجعة يومية للقرارات وللسياسات ولكل تبعاتها الحكومية. كل ما كان التحرك أسرع اليوم بسبب إيقاع التغيير بيكون في حكومة رشيقة ومرنة. استشراف المستقبل يختلف عن تخطيط استراتيجي التقليدي بأنه بيبني سيناريوهات عديدة، بينما التخطيط الاستراتيجي الذي عملت به عمدى سنوات هو بيشوف الخطة الاستراتيجية القديمة بيعمل تعديل عليها، بيكون التنبؤ بالمستقبل بناء على سيناريو قديم أو الخطة القديمة مع بعض التعديلات. لم تعد تصلح أنيمور بالعالم اليوم. فاستشراف المستقبل هو إذا بدنا نعرفه عملية منهجية تشاركية، خلينا نجمع معلومات، واليوم تحليل البيانات الضخمة الهيوج داتا على مستوى العالم عم بيساعد بعملية اتخاذ القرار بأنك تبني سيناريوهات مختلفة. اليوم لم يعد هناك حجة للدول أن لا تتوقع أوبئة، زلازل، براكين، كل أنواع الكوارث العالمية يجب أن يتم توقعها وأن يأخذ العالم يتعلم العالم درساً بأن كل شيء وارد حتى نكون مستعدين له. فهذا هو علم استشراف المستقبل، إني من خلاله بنحاول نواجه السيناريوهات الغير مرغوب فيها. بيساعدنا على الإعداد لمواجهة الظروف، نتوقع التغيير، منكون جاهزين، منكون سباقين، تمام؟ هذا الشيء اللي شفناه باستراتيجية الدولة. اليوم دولة الإمارات تعتبر رول موديل، وإمارة دبي تعتبر اليوم آيكون. لما أطلقت دبي حتى قبل كوفيد 19 أطلقوا مبادرة اسمها 10X. 10X كثيرون سمعوا بها على مستوى حكومة دبي بأن تصبح دبي سباقة لمدن العالم بعشر سنوات، وأطلقت مبادرات بكل دوائر حكومة دبي استجابة لهذه المبادرة. واليوم حتى نتكلم الصراحة، عندما نسافر لأوروبا ونعود لدبي أو للدولة نلاحظ الفرق حتى مع مطارات جنيف وباريس وميونخ مع أهم مطارات العالم. نلاحظ بالفعل أن الدولة أصبحت سباقة وأنه تحققت الرؤية الاستباقية، لكن هذا الشيء استغرق تخطيط لسنوات. عملنا على الإكسلنس وكان هناك كثر من الزملاء مدراء ومن ناس أصحاب العقلية القديمة أنه أتعبتونا بالتميز المؤسسي وبالإكسلنس وبالتحول الرقمي. سبحان الله جاء الوقت لي نعرف قيمة ما تعبنا لأجله، جنينا ثمار تخطيط مسبق حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا تتطلع اليوم دولة الإمارات أن تكون متفرج أو أن تكون متلقي، تتطلع أن تكون لاعب عالمي رئيسي في المشهد العالمي لتحسين حياة المجتمعات الأخرى. فهي دولة لديها استراتيجية استباقية ورؤية واضحة وطموحة وشجاعة، ترجمتها مئوية الإمارات 2071 بأن نكون أفضل دولة في العالم. تعالوا نشوف مع بعض ملامح المستقبل، ما حققنا وما نتطلع إليه. إحنا البشر جيل ورا جيل، عقولنا وحدنا والحضارة طورنا، بوجوهنا اختلفنا، بس لما فكر واحد جمعنا في كل شيء أبدعنا، ولأن الحاجة أم الاختراع اتعلمنا، ربنا ابتكرنا اتطورنا ولا يوم وقفنا. التاريخ عمرنا والقارات عبرنا، حدود الأرض تخطينا، طلعنا بنينا في الصحراء والبحر سكننا وكملنا ولا يوم وقفنا. أبراجنا علينا وطاقة من الشمس استمدينا، حياتنا صارت أذكى فأكلنا تفننا، بدون سايد مشينا السيارات وعلمنا موسيقى للروبوتات، وما وقفنا كملنا، لقينا للأمراض الدواء ومشينا حتى في الهواء، الجينات حللنا وبيوتي طبعنا، بعمق البحر نزلنا والأعلى القمم طلعنا. فينا أكيد لا،
عمرنا ما تعبنا وافكارنا عمرها ما خلصت، واليوم تحديات اكبر قدامي واكثر من اي وقت العالم يحتاجنا، بس مثل ما قدرنا في كل شيء نبدا لازم ابدا ما نوقف، وحدودنا دائما نوسع، لازم كنا نتحد وبقلب واحد وفكر واحد اهدافنا واحد، لان كل ما عقولنا اجتمعت افكار جديده ابتكرت وتاريخ المستقبل كتبت. الفيديو بيمثل ما وصلنا إليه وعم يعطي بشكل سريع كويك ون على التوجهات العالمية التي تبنيناها. 3D printing أنا شفت هذه التقنية في معرض جايتكس منذ أكثر من 3 سنوات، وطبقت لها تطبيقات عديدة في الدولة. عندما نتكلم عن علم النانو، التكنولوجيا الحديثة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بلا طيار، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات ذاتية القيادة، كلها أمثلة عملية شاهدناها بحياتنا في دولة الإمارات، فهي أمثلة عن مواكبة والاستباق، أن تكون أنت وجهة تأتي إليها الدول لتتعلم منها، يعني دايماً وذلك سبب التخطيط المسبق. فنتطلع أن نكون وجهة للمستقبل، وتستضيف الدولة اليوم منصات عالمية، منها قمة العالمية أنا حضرتها في نسختها الأولى. القمة العالمية من يتابع تاريخها كانت بسنتها الأولى، تجمع الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية دولة فيدرالية، فكان وظيفة تعاون حكومي مشترك، لكنها تطورت رؤيتها وأصبحت بنسختها الأخيرة بثلاث أربع سنوات الأخيرة أصبحت قمة عالمية تجتمع فيها حكومات العالم، وعقدت مؤخرا يعني منذ عدة أشهر وكانت عن بعد، لكن استطاعت أن تنجح بجمع حكومات العالم لحل تحديات عالمية. فاليوم التطلع عالمي، اليوم الأرقام التي نفخر فيها هي أرقام تنافسية على مستوى العالم، تجاوزنا وذلك معروف لديكم، تجاوزنا المستوى الإقليمي والمحلي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتطلع لمراكز عالمية وحققناها الحمد لله ومستمرين. مسيرة التميز لا يقف القاضي عنده، وهذا ما تعلمناه منهم، مسيرة التميز مستمرة، عندما تقف هناك منافس يسبقك، فنحن مستمرون. أعود لأقول أنه إدارة الأزمة كانت ناجحة جداً وتعلمت منها دول عديدة، وفي دول عديدة تصرفت عالمياً بشكل لم تتعاون حتى بمجال إيجاد اللقاح، لم تتعاون بالبيانات، لم تتعاون باللقاحات. نحن كنا من أكثر الدول في مساعدات الإنسانية، في حجم المساعدات الإنسانية على مستوى نسبة الدخل والpopulation وعدد السكان، من أكثر الدول اللي قدمت مساعدات دول أخرى، لأنه أظهرت الأزمة معادن الدول ومعادن الناس، عندما تقف إنسانياً مع من هو أفقر، مع من هو أضعف، فهذا كان على المحك ظهر جلياً. منصات عالمية عديدة تعكس التوجه نحو المستقبل، تعكس تبني كل ما هو جديد لاستشراف المستقبل. وتعريف دولة المستقبل هي الدولة التي يكون لديها رؤية ومرونة ومبادرة وقدرة استباقية على استشراف المستقبل، ما هي التحديات والأزمات المستقبلية، تحليل معالجتها والاستعداد لها لمواجهتها. لازم تكون عم تبني القدرات، عم بتطور البنى التحتية، لديك تخطيط ولديك مرونة. كلمة السر والسحر اليوم، دعوني أسميها الكلمة السحرية، هي المرونة، المرونة والرشاقة والقدرة على التحرك بسرعة بعالم يكتنفه الغموض، يصعب التنبؤ به. كما تعرفون باستشراف المستقبل، لدينا المستقبل القريب اللي مداه 5 سنوات، ثم المستقبل المتوسط ل10 سنوات، هذا ما تكلمت عنه عندما تحدثت عن رؤى الدول. يجب أن يكون لديك رؤية بعيدة المدى، لكن سؤال أنا شاركت فيه في منتدى عالمي أثناء الجائحة بأوقات ذروة الجائحة، وعندما كنا بظل الحجر المنزلي شاركت بندوة مع الأمم المتحدة، وكان السؤال ماذا حل بخططنا الاستراتيجية، واتفق العلماء والخبراء أنه لم يعد هناك مجال أن تكون خطط التي نعمل عليها في العمل خطط بعيدة المدى، يجب أن تكون خطط سنوية، يعني بدل أن تكون خطة ل3 سنوات، خطة المؤسسات لسنة ويتم مراجعتها بشكل دوري. كنا نراجع حكوميا كل ربع سنوي في مؤشرات وKPIs تحاسب عليها من الجهة اللي أنت ريبورتينج لها، مجلس الوزراء بالنسبة للحكومة الاتحادية، مجلس التنفيذي بالنسبة لحكومة دبي. اليوم الإيقاع أصبح أسرع، اليوم المراجعة أصبحت أسرع، كل ما كانت مؤسستك رشيقة وقادرة على التكيف والمرونة فأنت
قادر عنها أن تكون الأنجح والأول والرائد بقدرتك على التحرك السريع. لا ينفي ذلك حاجتنا للتخطيط المستقبلي، لكن واعيين دائماً بضرورة التحرك سريعاً والتوائم، أن نكون مرنين. هذا ما شهدنا. القطاعات الحيوية استشراف المستقبل، تغيرت أولوياتنا نحن والعديد من الدول، طبعاً كلها قطاعات حيوية، لكن اليوم صار في تركيز على أكثر على القطاع الزراعي، موضوع التغذية، موضوع سلاسل التوريد الغذائي التي تعرضت لانقطاع في العديد من الدول، سلاسل الإمداد الغذائي، التركيز على الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ولدينا وزيرة بهذا الخصوص، التركيز على القطاع الصحي، التركيز على البنى التحتية الرقمية. بسبب أن لدينا بنية تحتية رقمية استطعنا أن نتحول للعمل والتعليم عن بعد بشكل سريع وأسرع من العديد من الدول، بسبب تخطيط مسبق لعشرين سنة مضت جنينا ثمار ذلك. لكن هناك العديد من القطاعات، لكن تم إعادة الأولويات وتركيز على قطاع أكثر من قطاع. لدي أمثلة تثبت العمل باستشراف المستقبل على مستوى إمارة دبي وعلى مستوى الإمارات. تم إطلاق عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، الاستعداد للخمسين عندما تكمل الدولة بالبيرثدي منذ تأسيسها 50 سنة، فكان العام 2020 هو عام الاستعداد للخمسين. ورغم أنه فاجأتنا الجائحة كما فاجأت العالم، لكن استمر التخطيط. بأربعة يناير 2020 أطلق صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وثيقة أربعة يناير كانت للاستعداد للخمسين على مستوى إمارة دبي، وتم تحديد القطاعات الحيوية التي يجب تطويرها، وطلب من مدراء الدوائر أن يقوموا بوضع خطط لهذه المسارات التنموية الحيوية. أوكي. ومن الأشياء اللي ذكرتها وبديت فيها العرض معكم وهذا الويبينار، تكلمنا عن تكاد تكون دولتنا هي الدولة الوحيدة التي تحركت بهذه السرعة عندما بظل ذروة الجائحة تم تعديل حكومي. راعينا في سرعة المواءمة مع التغييرات، وأحضرت لكم على عجالة فكرة عن مسميات حكومية جديدة تم استحداثها بالحكومة. كان تحرك ذكي ومرن جدا في مراكز إسعاد متعاملين تم إغلاقها لأنه أصبحت الخدمات الذكية متوفرة. هذا ترجمة لتوجهنا نحو المزيد من الخدمات الذكية. في ذكاء اصطناعي تم استثماره وسنتطرق له. في مراكز تم دمجها، أنا أتكلم عن مستوى الحكومة الاتحادية، هناك مراكز تم دمجها، هناك مراكز تم إلغائها، أصبح في توفير للنفقات، وهذا توجه ذكي وتخصص بالخدمات. وفي صحة وسلامة، حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين، مع عدم الرجوع عن وعدنا بإسعاد المتعاملين. لما طلعت نتائج مؤشر سعادة المتعاملين، مؤشر سعادة الموظفين بحكومة دبي، وأعلن صاحب السمو ولي عهد الشيخ حمدان، قال رغم الأزمات ورغم التحديات ما زلنا عند التزامنا بإسعاد المتعاملين، رغم أنه تأثرت بعض الخدمات، لكن ما زالت وعود الحكومة والتزامها موجود بتقديم أفضل خدمة وتوفير بدائل وقنوات ذكية للمتعاملين. وهذا الذي حدث، وتم إعلان النتائج على مستوى الحكومة دبي من التوب 3 بالمؤشرين. كما تعلمون هم مؤشرين استراتيجيين على مستوى الحكومة، الحكومات المحلية وحكومة الاتحادية، مؤشر سعادة الموظفين ومؤشر سعادة المتعاملين، مؤشرين مهمين جدا. حبيت استعرض معكم على عجالة مسميات جديدة تم استحداثها تواؤما مع ما يجري في العالم، كدلالة على رشاقة حكومتنا ومرونتها في التحرك بتشكيل حكومي الشمل للحكومة كلها، واستحداث مناصب جديدة مثل رئيس الحكومة الرقمية، رئيس الأمن السيبراني. فاليوم في عنا رئيس الحكومة الرقمية والأمن السيبراني مع محافظتنا على التوجه نحو الابتكار، الخدمات الحكومية الرقمية، بس اليوم التوجه نحو الخدمات الحكومية الرقمية التي لا يأتي بها المتعامل إليك أبدا. أنا دربت خدمة عملاء على مدى سنوات، آخر برنامج جربته بخدمة المتعاملين وأسعاد المتعاملين كان بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بمقر الحكومة بأبراج الإمارات. دربت أكثر من 55 مدير من مدراء مراكز سعادة المتعاملين بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة 7 نجوم. وكان التوجه أنه توجه الحكومة الليتست ب2019، هذا الكلام قبل الجائحة، كيف تعمل على أن المتعامل لا يأتي إليك. تطرقنا لمعادلة إسعاد المتعاملين، لرحلة المتعامل، نحن نتفنن بإسعاد المتعامل تيسير الأمور عليه، لكن جاءت الجائحة لتسرع من استخدام التكنولوجي
وبالمناسبة التحول الذكي ليس هدفاً بحد ذاته، التحول الذكي هو لتسهيل حياة الناس والمجتمعات، حتى نوضح الصورة. فاليوم التوجه كيف أنت تصل للمتعامل في بيته وتكون الخدمات كلها متوفرة له، وتمكنت الدولة سواء على الفيدرال جوفرمنت أو الحكومات المحلية من تحقيق ذلك بنسبة كبيرة جداً، باستثناء بعض الخدمات التي تتطلب منك المراجعة الشخصية، مثل تصديق شهادة مثلاً من وزارة الخارجية، تصديق شهادة من وزارة التربية والتعليم. وأصبحت الخدمات بنسبة تفوق 90% كل خدمات عن بعد. هذا الشق الذي تكلمنا فيه عن حكومات الماضي وحكومات المستقبل واستراتيجية الإمارات في استشراف المستقبل وما حققته. أوكي؟ سننتقل لمحور جديد هو عن أهم التحديات والتوجهات العالمية. من المهم اليوم أنه الإنسان يكون واعي. هلا في ناس تنفق الكثير من وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتعلم شيئاً. اليوم في social learning، هناك من يتابع اليوتيوب يستفيد منه، هناك من يتابع تويتر أو فيسبوك أو إنستا أو سناب شات يستفيد منها. مهم أن تكون ملم بما يجري حولك، ليس بالضرورة أن تكون متخصصاً أو متعمقاً، لكن عندما تسمع بتقنيات جديدة للروبوت، الطائرات بلا طيار، طائرات الدرونز، تقنية الهولوغرام اللي عم يجسد فيها شخصية أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، عندما تعلم أن هناك مدرسة، يعني على سبيل المثال أنا أتابع الأخبار، في مدرسة بجنوب إفريقيا تم بناء بتقنية 3D، أن لا تكون متعجباً، أن تكون متابع لكل ما هو جديد وعلى إلمام بالتقنيات الحديثة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، وهذا اللي أنا بصدد التكلم عنه. في عنا تحديات وفي عنا توجهات. التحديات العالمية اليوم أولها هي التركيب السكانية. التركيب السكانية أنا رح أجمعها العامل الأول مع الثامن والضغط على الموارد. من المعلوم لدى الكثيرين أنه اليوم نحن كسكان الأرض نضغط على الموارد، لم تعد موارد الأرض تكفي لسكانها. من الأشياء الحلوة اللي حبيتها بإحدى مؤسسات حكومة دبي هي ديوا، بيحكوا بالسلوغن تبعهم، يعني شعارهم الكتابي For Next Generation، يعني نحن حريصين على توفير الموارد الطبيعية، يعني الماء والكهرباء وموارد الأرض وخيراتها للأجيال القادمة. هذه رؤية تغيب عن الكثيرين، في أناس لا يفكرون إلا بيومهم وبحياتهم، لكن التفكير ذو أفاق واسعة يفكر بموارد الأرض كيف نحافظ عليها. موارد الأرض لم تعد تكفي لسكان العالم، فهناك ضغط على الموارد، على المياه، على الغذاء، اللحوم على سبيل المثال لن تعد تكفي عالميا لسنوات قادمة سكان العالم. هناك مشكلة في الفقر، هناك مشكلة في شح المياه، هناك ملايين على مستوى العالم لا يصل إليه مياه الشرب. فالتركيبة السكانية بس ضغطت على ذلك، لكن هناك تغيير صار مع الجائحة، تغيير إيجابي خليني أقول كيف. بالتوزيع الديموغرافي قبل جائحة كوفيد-19 كانت الناس تهاجر من الأرياف وتسكن في المدن. ليه؟ لأنه المدن فيها فرص العمل وتتركز فيها الأعمال، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نتكلم عن الإمارات، عم بتكلم عن دول الكبرى الشاسعة المتباعدة الأطراف. فكان في هجرة، ودول أوروبية عديدة في هجرة من الأرياف للمدن وتمركز الناس في المدن. لما جاءت الجائحة وأصابت العالم بشلل، اضطر الناس والشركات بأكملها حكومية وخاصة للعمل عن بعد. فاكتشف أصحاب العمال، أصحاب الشركات وخصوصي الربحية منها، أنه عم يستطيع أن يوفر أجار مكاتب وشركة والصرف على الكهرباء والمياه والفاكسات وفواتير الهاتف والعديد من استنزاف المصاريف، وأن يستطيع أن يعمل الموظف عن بعد بكفاءة عالية. واكتشف الموظفون أيضاً أنه يستطيع بجزء كبير من الوظائف أنهم يستطيعون العمل عن بعد. هذا عمل توجه بعكس التوزيع والهجرة الديموغرافية من الأرياف للمدن، بعكس بأنهم يتركوا المدن يبقوا بالأرياف وبأطراف المدن. هذا عمل توزيع إيجابي. من الأشياء الإيجابية اللي صارت بالأزمة ارتاحت البيئة. طبعاً كلكم تعرفوا أنه اليوم التغير المناخي بسبب استخدام الطاقة غير النظيفة تأذت البيئة من الإنسان. لما صارت الجائحة البيئة ارتاحت، تنفست الصعداء، المياه بالبندقية، المياه نطفت بالبندقية وأصبحت صافية، وأصبحوا أهل البندقية يرون كائنات لم يروها بحياتهم بسبب توقف السياح، توقف حركة الباخرات والسفن. فسبحان الله كان لهذه الجائحة بعض الفوائد.
فإيجابياً أثرت على التغير المناخي، التركيب السكانية وتوزع الناس والتوزع الديموغرافي أصبح إيجابي. تويتر، رئيس تويتر أعلن لموظفينه ستبقون للأبد في بيوتكم، لا يعني بها إقالتهم من عملهم، بل كان يعني بها أنه we can work like this، نستطيع العمل عن بعد بكفاءة عالية وأنتم في بيوتكم. فكانت win-win agreement، هناك موظفون عديدون وسيدات بيوت وأمهات وربات بيوت استمتعوا بالعمل عن بعد لرعاية أسرهم مع تحقيق نوع من التوازن والعمل عن بعد، وكذلك بالنسبة لشرائح عديدة. فتغير العالم بعد ذلك. هناك من الناس من يشعرون بالحنين للماضي ويطلق على هذا المصطلح نوستالجيا، يقولون أو ينتظرون أن تعود الحياة كما كانت عليه. لن تعود الحياة كما كانت عليه، تغير العالم ولن يعود كما كان، تغير وجه العالم. ما زلنا نرضخ تحت تداعياته عالميا، ولن يعود العالم كما كان. العمل عن بعد والتعليم عن بعد سيصبح أحد أشكال التعليم والعمل الأساسية الرئيسي، إن لم تكن ستصبح هي الصيغة الرئيسية، ويصبح الحضور الميداني هو الاستثناء. قبل الجائحة ب 2019 كنا نعيش بطريقة أنه من يطلبون العمل عن بعد هي فئة قليلة، وكانت مطبقة. أنا كنت في وزارة تطبق العمل عن بعد بشكل ناجح، وكانت أكثر شريحة مستقطبة هي سيدات البيوت وربات الأسر. لكن ما سيجري، وأنا سمعت يعني مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وهي تكلم بأحد الندوات اللي صارت أثناء الجائحة، أنه نحن جاهزون للعمل عن بعد، سيصبح أحد أشكال العمل الرئيسي التقليدي، تمام؟ يعني عالميا سيصبح الحضور الميداني هو الحالة الاستثنائية، والعمل والتعليم عن بعد هو الحالة الشائعة والصحيحة. يدار البزنس عن بعد، يدار العمل عن بعد في العديد من الوظائف. هناك مجموعة من الوظائف تتطلب الحضور الميداني، مثل عمل الأطباء، الممرضين، الناس اللي بيعملوا بالأعمال الميكانيكية الخاصة بتصليح المنازل على سبيل المثال، النجار، الدهان، البينتين، في أعمال يدوية تتطلب الحضور الميداني. تمكين التكنولوجيا من الأشياء المؤسفة الأولى، أنه اليوم في صار في جاب، صار في فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة تكنولوجيا واللي استطاعت أن تعمل أثناء الأزمات بكفاءة عالية، بين الدول التي ليس لديها بنية تحتية رقمية على الإطلاق وليس لديها وصول للإنترنت وتعاني من فقر، فكانوا بعيدين جدا عن أنهم يصلوا للتعليم عن بعد. فهذا خلق فجوة في العالم بين الدول الفقيرة والدول الغنية. وحتى من يتابع الأخبار منكم وأعلم أنهم كثر يعرفون أنه حملة كوفاكس اللي هي حملة توزيع اللقاحات على مستوى العالم للدول الفقيرة ما زالت تعاني، ولم تصل للدول الأفريقية كثيرة ولدول فقيرة لم يصلهم اللقاح، فهم ما زالوا على هرم ماسلو في القاعدة الأولى اللي هي الأكل والغذاء والشراب، لم يصلوا للمراحل المتقدمة. فالتكنولوجيا بحاجة لها كما يحتاجون للطعام والشراب. فهذا خلق فجوة للأسف بين الدول الغنية وبين الدول الفقيرة. الترابط الاقتصادي اليوم تغير مفهومه. اليوم المنصات الإلكترونية هي مستقبل العمل. كنت أسمع السيد محمد العبار رئيس مجلس إعمار هو يتكلم عن لم يعد هناك كان يتكلم عن البنوك، عن بنك رقمي جديد تم طرحه. هو دائما سباق بأفكاره، كان عم يتكلم عن أنه سنبتعد عن ثقافة أن يكون لديك مباني ومكاتب ومفروشات وبنى تحتية تصرف عليها. كان يتكلم عن المنصات الرقمية البنكية، وقس على ذلك، أنا أقول لكم قيسوا على ذلك المنصات الرقمية بإدارة عملك اليوم. لما بنحكي عن بيوت، عن دوبيزيل، عن سوق دوت كوم، أمازون بالمناسبة حققت خلال الجائحة، جيف بيزوس على رأس أمازون اللي هو كان أغنى رجل بالعالم واللي أزاحه عن العرش هو إيلون ماسك صاحب شركة تسلا، فالعهد قريب. جيف بيزوس هلأ هو ثاني أغنى رجل بالعالم. حققت أمازون خلال 4 شهور خلال فترة الحجر في العالم حقق فوق 4 مليارات دولار. ازدهرت التجارة عن بعد. اليوم منصات مثل كريم، أوبر، منصة إلكترونية لاستئجار سيارة، لا وهي لا تملك من هذا الأسطول سيارة واحدة، لكنها منصة إلكترونية وسيطة ما بين أصحاب السيارات والمتعاملين الذين يريدون تاكسي سيارة لإيصالهم. فاليوم هذا الكونسبت، هذا المبدأ هو الشائع،
والترابط الاقتصادي أصبح موجود. أي انكماش اقتصادي في العالم تتداعى له سائر الأعضاء بالجسم بالسهر والحمى. نحن اليوم عالم متصل لا تستطيع أن تنفصل عنه اقتصاديا وسياسيا، كل التداعيات تتأثر بها باقي الدول. We are connected كعالم صغير. المديونية العامة بتعاني منها دول، وتحول القوى الاقتصادية رح نحكي عنه بهذا السلايد. الشيء الطريف اليوم لما بنحكي عن تغير موازين القوى، نحن بحاجة أن نفهم اقتصاد وسياسة وثقافة وصحة، بحاجة عندما نكون بورشة أو ويبينر بيتكلم عن استشراف المستقبل، قيادة منظومة العمل، أن لا يكون لدينا فكر ضيق. أنا أعرف أناس مهتمين بشأن محلي، أو أعرف ناس من موظفي أحد الدوائر، عندما أسألهم عن المئوية لا يعرفونها، يعرفون فقط رؤية دائرتهم. اليوم يجب أن تكون مواطن عالمي بمعنى الانترناشيونال أو الجلوبال سيتيزنشيب، أن تكون على دراية بما يجري حولك، أن لا تغلق عينيك، أن لا تكون ضيق الأفق. يجب أن تكون على دراية بالحرب التي تجري اليوم ما بين الصين وأمريكا، كلنا شهدناها بتبادل الاتهامات أيهما كان مسؤول عن كوفيد-19، وبغض النظر من هو المسؤول، هناك صراع قوى في العالم. الطريف اللي عم قلكم إياه أنه كانت الدراسات تتوقع أنه بحلول 2030 متوقع أن تطير الصين بمكانة الولايات المتحدة وتصبح هي القوة الأقوى في العالم. ما نشهده اليوم من إيقاع التسارع القوي أنه لن يستغرق الأمر حتى 2030، نحن اليوم في 2021. اليوم عم نشوف تصاعد، يعني اليوم عم تابع عملة الصين والدولار الأمريكي والمقارنة بينهما. اليوم الحرب على هواوي، الحرب الاقتصادية بينهما، الحرب الباردة واضحة للعيان بينهما. فهم في عنا صراع دول كبرى، وفي دول ستتراجع مكانتها على مدى السنوات القادمة. وكما نجد أنه الصين متوقع لتكون قريبا هي قوة كبرى بالعالم، وهذا عم نعيشه، ما عاد بس استشراف مستقبل، هذا واقع عم نعيشه، بس عم يكون في تسارع قوي حتى للاحتمالات وتنبؤ العلماء. الظروف الحالية عم تكون أسرع من التنبؤ، عم تكون مفاجئة. طبعا الهند قوة قادمة، هي موجودة، بس الهند والصين متوقع لها أنه تتجاوز بقوتها الاقتصادية دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء يجب أن نكون على دراية به. تمام؟ سو نحن بالشابتر 2 عنا عم نتكلم عن التحديات وعن التوجهات. تطرقت أنا لأهم التحديات العالمية حتى أكون عم شوف البيك بيكتشر، الصورة الكبرى للعالم الذي نعيش فيه، ما هي التحديات الذي يعاني منه ونحن جزء منه. حتى لو كنا في دولة متقدمة ودولة نفتخر بقيادتها ودولة سعادة وتقدم، يجب أن يكون لدينا دوما رؤية واسعة لما يجري حولنا، لأن نحن جزء من العالم. حتى عندما نضع في دولة الإمارات خططنا الاستراتيجية استشرافنا للمستقبل، نحن نستشرف المستقبل مع دول العالم، نراعي التوجهات العالمية. عندما نطبق الذكاء الاصطناعي AI Artificial Intelligence، هو توجه عالمي، واليوم دخل مستهدفات بمؤسسات حكومية عديدة، حأذكر أمثلة منها لإعطاء مصداقية للكلام، دخلت مستهدفات تتعلق بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال استراتيجية البيتكوين، التعامل بالعملة الرقمية، في نسبة معينة من المعاملات الحكومية يجب أن تكون بالبيتكوين. دبي لاند ديبارتمنت طبقت البيتكوين منذ زمن، يعني أنا قدمت برامج لدائرة الأراضي والأملاك ولديهم تطبيق بيستخدم البيتكوين والتشفير الرقمي، البلوكتشين القائم على كونسيبت البلوكتشين، السلاسل الرقمية المشفرة التي لا تحتاج لوساطة لا بنك ولا محل صرافة، وبتكون قائمة على تشفير آمن ما بين المرسل والمستقبل. بحاجة أن نفهم ولو بشكل بسيط كونسيبت العملة الرقمية القادمة. اليوم في شكوك حول أنه لما بيوصل $30,000 قيمة البيتكوين تقول أنا لن أغامر، بس يجب أن تعي أنه العملة القادمة هي العملة الرقمية. أعود للحديث عن مستهدفات دخلت بخطط استراتيجية المؤسسات الحكومية، أذكر منها على سبيل المثال RTA هيئة الطرق المواصلات وشرطة دبي، من مستهدفاتهم الاستراتيجية على سبيل المثال بحلول 2025 أن يكون 25% من أسطول السيارات سيارات كهربائية وليس سيارات تعتمد على البترول. أوروبا على مستوى أوروبا بحلول 2030 لديهم هدف بأنه ب 2030 بشوارع أوروبا
ما يعود في سيارات تعتمد على البترول، تكون سيارات كهربائية. سو نحن عم نحكي عن استخدام الطاقة النظيفة، عم نحكي عن السيارة الكهربائية. هذا بيفسر ليش اليوم إيلون ماسك يتربع على عرش أغنى رجل في العالم، لأنه واليوم عم يبعث صواريخ، عم يشتغل بالفضاء كمان، ناجح على مستوى إرسال صواريخ لمحطات فضائية. فاليوم عم نحكي عن السيارة الكهربائية، السيارة ذاتية القيادة اللي أفرزتها كلياتها، بتجي تحت مظلة الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة اللي عم تنعكس على حياة الأفراد، على العالم الرقمي اللي عم نعيشه. في كتير ناس بتسأل بتقول ليش اسمها ثورة صناعية رابعة؟ طيب شو ثلاثة وشو اثنين وشو واحد؟ حبيت أعطيكم فكرة سريعة بتبسيط الأمور، أنا بطبيعتي بحب بسط المفاهيم المعقدة لجمهور المشاهدين والمشاركين بالبرامج التدريبية وبالورش. إنه العصر البدائي كلنا بنعرف اللي كان عصر الإنسان الحجري، عصر الزراعة، هذا اعتبروه هو ما قبل الصناعة، تمام؟ خلينا نعتبره كأنه زيرو، هي بداية البشرية لما كان إنسان الكهف يذهب للصيد ويقطات على المزروعات وعلى الصيد الحيوان ويأكل منها. جاء بعدها اكتشاف طاقة الماء والبخار، فاعتبروها بنهاية القرن الثامن عشر هي الثورة الأولى اللي حدثت نقلة نوعية بحياة الناس. لما تم اختراع أو اكتشاف الطاقة الكهربائية نشطت حركة المصانع ونشطت الصناعة، هذا الكلام بنهاية القرن التاسع عشر. ببداية السبعينات، وبالمناسبة الإنترنت بدأت بتطبيقات عسكرية بالولايات المتحدة ثم انتقلت لاستخدام العامة، انتشرت الإنترنت وأصبح هناك ما يسمى بمصطلحات العالم، مصطلحات التي نعيها الثورة المعلوماتية أو الثورة الرقمية، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم فور الثورة الصناعية الرابعة. لأنه اليوم لم تعد الإنترنت مقتصرة على أجهزة رقمية مرتبطة بالحواسب الشخصية وباللابتوب وبالآيباد، اليوم في عنا إنترنت الأشياء، اليوم إنترنت الأشياء، ساعتك اليوم مربوطة بالإنترنت، المكيفات، الإضاءة، المصانع، كاميرات التصوير، السيكوريتي، المطارات، أجهزة المرور، الإشارات الضوئية في الطرق، هاي بيسموها إنترنت الأشياء، إنترنت ثينكس، اللي هي ربط كل شيء بالأشياء وما رافقه من طباعة ثلاثية الأبعاد، تكنولوجيا النانو وأشياء عديدة، جعلت منها ثورة صناعية رابعة، أحدثت نقلة نوعية كبيرة وقضت على العديد من الوظائف. هناك العديد من الناس وجدوا أنفسهم خارج سوق العمل. وأنا سأشارككم معلومة تم تغييرها بعد كوفيد 19 من المهن، يعني أنا شاركت بورقة عمل مع مجموعة داتا ماتكس، وكان المستضيفين وفود من دول مجلس التعاون الشقيقة، وكنت أتكلم عن استشراف المستقبل أيضا. ذلك الوقت كان قبل كوفيد 19 بفترة قريبة، كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي أنه سيحل محل الصحفي، المحامي، المهندس، الطبيب. فكانت مفاجأة الناس أنه الطبيب، هل يمكن الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الأطباء؟ نعم، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي تطور جدا. زمان كنا نسخر من الذكاء الاصطناعي من الروبوتات ونقول أنه الروبوت إذا بتسأله أي سؤال خارج عن السيناريو اللي تم برمجته إنه ما بيعرف يجاوبك. اليوم الذكاء الاصطناعي قائم على خاصية التعلم الذاتي، كل ما غذيته بمعلومات أكثر ببيانات، خليني أكون دقيقة بكلماتي، كل ما غذيته ببيانات أكثر بيقدر يحللها ويرشح لك القرار الصح. يعني على سبيل المثال بموضوع الطبي، لما عم نقول أنت الطبيب بتروح لعنده بتقول له شو الأعراض، بناء على الأعراض بيقوم بتشخيص حالتك وما سمعه منك. تخيلوا اليوم كمية البيانات، الداتا لما تكون كبيرة بتحليل البيانات عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي، في شيء اسمه تعلم ذاتي وتعلم من الأخطاء، حتى الأشياء القرارات اللي بياخدها خاطئة بيتعلم منها. فالذكاء الاصطناعي أصبح خطير، عم يتطور بدرجة قد يصل في 2050 لنسبة تكافئ ذكاء الإنسان. الذكاء الاصطناعي ما في أخطاء بشرية، قوته اليوم بخاصية التعلم الذاتي بحجم البيانات، كل ما غذيته ببيانات أكثر بيرشح لك قرار أذكى. فاليوم نعم يحل محل الطبيب ومحل المحامي، يصيغ مقالات بأهم الصحف العالمية. لكن المفارقة اللي صارت إنه بعد جائحة كوفيد 19 ما سمعناه بنشرات الأخبار العالمية، صار يقولوا إن الأزمة الطبية أو الأزمة الوبائية التي حلت بالعالم أعادت للطبيب مكانته، كنا سنستغني عنه،
إعادة الاعتبار للأطباء ولمهنة الطبيب، أنه ليس من السهولة بمكان أنه نستغني عن الأطباء، تمام؟ فاليوم تحت مظلة الثورة الصناعية الرابعة وما أفرزتها من تكنولوجيا حديثة، أنا أنصحكم بأن نقرأ، وإذا كنتم لا تحبون القراءة أنصحكم بأن نزور اليوتيوب تشانل ونشاهد أفلام باللغة التي تشاءون، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية التي تفضلونها، لكن اطلعوا على تكنولوجيا النانو الـ 3D printing. اليوم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أنا شاهدت التقنية بجاكتكس منذ 3 سنوات وانتبهت أنه المادة لم تعد ورق، مادة تشبه على سبيل المثال معجون. اليوم في طابع ثلاثية الأبعاد لألعاب الأطفال، تخيل الطفل اليوم أنت عم تنمي له ذكاءه ومهاراته، ما عم تعطيه لعبة جاهزة، عم تعطيه 3D printing for toys، هو عم يعطي، عم يحط المادة، عم يختار الشكل، ومن المادة خلينا نقول معجون أو مادة بلاستيكية أو المادة التي يصنع منها اللعبة، عم بيغذيها، عم يختار الديزاين، وعم يصنع لعبته بإيده. فاليوم الطباعة ثلاثية الأبعاد طبعاً أخذت أبعاد أكثر بكثير. اليوم أنا شفت فيها مدرسة بنيت كاملة، وسيتم بناء خلال السنوات القادمة سيارات وطائرات ثلاثية الأبعاد. فيجب أن نكون مدركين لما نحن قادمين عليه، ما نعيشه وما نحن قادمين عليه. التعاملات الرقمية تطرقت لها لما تكلمت عن البلوك تشين، الهيوج داتا، البيك داتا، البيانات الضخمة، البيانات الضخمة على مستوى العالم. إذا سألتوني ماذا نعني بها، تخيلوا حجم المعلومات الموجودة اليوم على السوشيال ميديا، سمارت فون، على الإيميلات، البنوك، الشركات، البوستات اللي بحطوها الناس كل يوم، millions. We are talking about billions. عم نحكي عن حجم معلومات ضخم يتولد يومياً. هذه المعلومات عندما تجمع وتحلل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تقدر أنت تستخرج منها اتجاهات الناس، تقدر تستخرج منها مؤشرات تساعدك بعمليات اتخاذ القرار. يعني على سبيل المثال، حتى أعطي كلامي واقعية، بالولايات المتحدة الأمريكية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لما بتحلل على مستوى الولايات حجم الجرائم والبيانات التي تخص الجرائم، بيقدروا يحددوا مين الولايات التي ترتفع فيها نسبة الجريمة، شو صفات الأشخاص اللي عندهم ميول إجرامية أكثر من الآخرين. مع التنويه أن من يضع الخوارزميات يجب أن لا يكون عنصرياً، لأنه في اتهامات اليوم للبعض بخوارزميات متحيزة لعرق أو لون. يعني على سبيل المثال، في خوارزميات ذكاء اصطناعي شاركت بانتخاب ملكة جمال، قاموا راحوا استبعدوا البشرة السمراء واختاروا البشرة البيضاء. هذا التحيز العنصري مو سببه الآلي، سببه من وضعوا الخوارزمية. لذلك اليوم في شيء اسمه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعني كيف بيكون في بورد وفي لجنة تحكيم بأمريكا بيسمعوا لهم عند إلقاء الحكم. نفس الشيء اليوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي بده يكون في إشراك لفئات عديدة حتى نتجنب التحيز العنصري على مستوى الدين واللون والعرق، حتى تكون عادلة للبشرية، تمام؟ إنترنت الأشياء تكلمت عنها، تكنولوجيا النانو، علم الجينوم، الروبوتات. الروبوتات اليوم تقدم استعمالها وأصبح استعمالها اليوم عم بيفيد بالمحافظة على صحة وسلامة الناس. من المشاريع غطتها أحد الزميلات، أنا كنت عم أدرس دورة صحفي شامل فترة قريبة، في إحدى الزميلات راحت غطت بتقريرها، كان عنا تقرير ومشروع تخرج، غطت كوفي شوب بدبي فيستيبال سيتي اللي هو بيقدم لك الكوفي روبوت، يعني روبوت بيجيب لك القهوة. فكانت عم تختم بطريقة، أنا لو كنت مكانها كنت بقول قد ما كانت القهوة لذيذة لكني أفضلها بنفس البشرية، أفضل مذاق القهوة. أنا من جماعة الحنين للماضي مع استخدام التكنولوجي، لكنه أنه يكون السيرفيس بالكامل from A to Z هي روبوتات. هذا أصبح واقع وعم يزداد انتشاره شيئا فشيئا. باليابان بالمناسبة نسبة استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي من أعلى الدول في العالم. أنا كنت أتساءل وليش اليابان نسبة استخدام الروبوتات فيها عالية؟ طلع السبب هو تقدم السن، تقدم الأعمار، عنده نسبة المسنين. مجتمع الياباني عكس مجتمع الإمارات من ناحية العمرية، نحن مجتمع شاب، نسبة الشباب في مجتمع الإمارات تفوق 50%،
اليابانيين مسنين، فنسبة المسنين المعمرين فوق 90، بيصلوا لل 100 سنة، نسبة عالية، فما عندهم ناس تكفي لخدمة كبار السن، فهن كثير بيعتمدوا على الروبوتات، هي من أحد أهم الأسباب، إضافة طبعا لتقدمهم التكنولوجي. بس البنية السكانية، حتى أوروبا تدعى بالقارة العجوز، أوروبا نسبة المسنين فيها عالية، بس اليابان نسبة المعمرين كبيرة جدا. أوكي، تعالوا نشوف مع بعض ملامح المستقبل ونشوف الأشياء اللي حكينا عنها. فيما ذكرت من نيو ترينز، الترينز اليوم اللي بالعالم عم تتقدم وتتطور بشكل كبير، حنشوف مع بعض هذا الموفي، تصور للإمارات ب2040، نشوف مع بعض كيف ممكن يصير الزراعة ببيتك، الطاقة النظيفة، تعمل الفحص الطبي أنت بسكرين بالبيت. تعالوا ناخذ فكرة مع بعض عن تصور أصبح قريبا، حتى لو عنوانه 2040 أصبح قريبا من حياتنا. شاهدنا معا فكرة سريعة عن عالم الذي نحن ذاهبون إليه، جزء منه أصبح حقيقي وأصبح نعيشه، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات ذاتية القيادة، الزراعة الذاتية في البيت، البيت المتنقل اللي ممكن تطويه وتمشي فيه، البيوت تحت البحر، الطاقة النظيفة، استخدام الطاقة النظيفة، الهولوغرافيك سبوتس اللي تقدر تعمل فيها فحص طبي وانت بالبيت، أنا شفتها بأفلام خيال علمي، بس أصبح جزء منها موجود وسيصبح واسع الانتشار مع السنوات القادمة. الهولوغرافيكس، الهايبر لوب، هاي الطلقة شغالين على المشروع بالدولة، الهايبر لوب الطلقة اللي بتوصلك بسرعة كبيرة من دبي لأبو ظبي على سبيل المثال، كلها تقنيات جديدة. والمدهش في الموضوع أنه توقعات التي توقع العلماء ما يجري اليوم في العالم أصبح أسرع منها. لما تكلمت عن تغير موازين القوى، متوقعين ب2030 أن تصبح الصين هي القوة العظمى، ما نشاهده اليوم إيقاعه أسرع، الأشياء اللي شفناها ب2040 اليوم عم نشوف جزء منها أصبح جزء من حياتنا. أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي اليوم كثير بيكتسب كلامنا مصداقية لما بنحكي عن أمثلة على الارتيفيشال انتليجنس. الارتيفيشال انتليجنس ويرمز له اختصارا بAI، بنحكي عن ذكاء الآلي، ذكاء الآلي، وكلمتكم عن قدرتها على اتخاذ القرار، وكل ما غذيتها بالبيانات أكثر بيكون عم ترشحها لقرارات أذكى. فالذكاء الاصطناعي أصبح يخشى منه، خصوصي لما يدخل بالمجال العسكري. بالمجال العسكري، يعني على سبيل المثال، من الأسئلة المطروحة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، متى يسمح للروبوت بإطلاق الرصاص على مجرم مثلا؟ عندما يحدث خطأ نحتاج لقوانين وتشريعات للذكاء الاصطناعي، من هو المسؤول؟ هل هي الشركة المصنعة؟ من وضع البرنامج؟ من وضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لهذه الآلة؟ فكلها تتطلب تشريعات مواكبة. على سبيل المثال، عندما نتكلم عن سيارات ذاتية القيادة، وهي شاهدناها ببوليفارد
الشيخ محمد بن راشد بدبي لما متكلم عن السيارات ذاتية القيادة، إذا أصبحت هي الشائعة والسائدة يجب أن يكون هناك تشريعات لذلك. يعني إذا حدث اصطدام تمام، فكل ذلك يجب مواكبته. ممارسات الذكاء الاصطناعي، تعالوا نشوف شو استفادت الدولة وشو طبقت خلال السنتين الأخيرات. تمام، هذا كان تمهيد مني لكم لمشاهدة أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي التي طبقت. هذه كانت مقدمة سريعة فيلمية، لأنه أحياناً كثيرة الفيلم والفيديو أو الصورة تغني بكثير عن النص، للحديث عن تطلع دولة الإمارات لصناعة المستقبل، للعب دور رئيسي في المشهد العالمي كلاعب رئيسي، كوجهة للدول، كوجهة للدول هن ينقلوا عنا فرص المستقبل وصناعة المستقبل، نتطلع لدور ريادي. تعالوا نشوف مع بعض التطبيقات بعد ما أخذنا فكرة عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتبنينا لأفضل الممارسات. يسخر العالم جميع إمكاناته التكنولوجية ووسائله التقنية الحديثة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي يجتاح العالم كله. دولة الإمارات كانت سباقة نحو توظيف التقنيات الحديثة ومنظومة الذكاء الاصطناعي في تطبيق الإجراءات الوقائية لتجنب المزيد من الانتشار للفيروس القاتل. ومن بين هذه الكيانات التكنولوجية مجموعة G42 الإماراتية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي أعلنت اتخاذها إجراءات فورية للمساعدة في الكشف عن الحالات المصابة وعلاجها والوقاية منها، فضلا عن حماية حدود الدولة ومنع انتشار الفيروس محليا. يمكن للتكنولوجيا الخارقة قياس درجات الحرارة بكاميرا التصوير الحراري وتتبع المجموعات عالية الخطورة وتفعيل خاصية الإنذار المبكر في المطارات ومحطات المترو والأماكن العامة. تربعت دولة الإمارات على قائمة دول العالم في تسخير إمكاناتها الحديثة وطاقاتها الذكية في إجراء الفحوص المختبرية للمرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا، حيث ابتكر أطباء دبي تقنية فحص مصابين عن بعد. من هنا جاءت فكرة الطبيب الافتراضية للتقييم والكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن روبوت دردشة شات بوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتاح باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتواصل مع مختلف الحالات عن بعد ويطرح عليها عدة أسئلة لتقييم حالتهم الصحية واتخاذ اللازم معهم. كما أضافت وزارة التربية والتعليم الإماراتية على بوابتها الإلكترونية 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف إتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد. على الدرب نفسه وظفت إمارة دبي طائرات دون طيار ذات التحكم عن بعد ضمن برنامج الإمارات الوطني لتعقيم الشوارع والمرافق المختلفة للتحقق من تطبيق قرار الإغلاق المؤقت ومراقبة الخارجين عن القانون ومتابعة تنفيذ القرارات الاحترازية في جميع أنحاء المدينة. الطائرة المسيرة تحوم حول الشوارع والأرصفة للبحث عن الناس الذين لا يرتدون كمامات، ثم توجه لهم رسائل توعوية
لإخبارهم بضرورة ارتدائها وتجنب التجمعات للحد من انتشار كورونا. تقنيات حديثة وطائرات مسيرة وتعليم عن بعد ومنظومة ذكية متكاملة اتخذتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتجنب المواطنين احتمالية العدوى للحد من تداعيات انتشار الفيروس القاتل في جميع أنحاء البلاد. تمام. نحن تكلمنا بفقرتنا الأخيرة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، وشفنا كيف تبنينا أفضل الممارسات وأفضل الآليات على جميع المستويات، ليست فقط مع الجائحة، لكن طالما نعيش نحن تحت وطئتها عالمياً، فكان هذا هو السبب بعرض ممارسات حديثة استخدمت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي استخدمت بفعالية. ننتقل الآن للتحدث عن المهارات الضرورية لنجاح في وظائف المستقبل. وظائف المستقبل لم تعد مشابهة لما كنا عليه. النظرة التقليدية لمن يقتني شهادة علمية، وأعني على سبيل التحديد من يظنون أن شهادة الدكتوراه هي نهاية العالم، هناك أناس تتفخر بشهادات العلمية، العالم الذي نحن قادمين عليه والذي نعيشه حالياً عالم مهارات وليس عالم شهادات. أعلن دونالد ترامب عندما كان رئيس الولايات المتحدة قرار فيدرالي شمل الحكومة الفيدرالية أكثر من 1,000,000 موظف أمريكي بضرورة التعيين في الحكومة الاتحادية على أساس المهارات وليس على أساس الشهادات العلمية. هناك جدل حول الشهادات الطبية الهندسية، مهندس مدني طبيب، أنه يجب أن يكون تحصيله العلمي موثوق به حتى يتمكن من معالجة الناس أو بناء البيوت والأبنية. في بعض المهن نعم، لكن في مهن عديدة أنت توظف الماهر، الشخص الذي يستطيع مو الذي تعلم أكاديميا. على سبيل المثال أنت قدم لك إثنان في الشركة لتركيب شبكة النتورك والسيكوريتي والمسؤول عن الآي تي تقنية المعلومات وربط الحواسب وبناء فاير وول وحماية مؤسستك، لن تعين الشخص الذي درس أكاديميا حتى لو بأهم الجامعات، تعين الشخص الذي لديه الخبرة ولديه المهارة، let's say vocational training، مارس وعنده القدرة أنه فعلا يركب لك الشبكة ويأمن لك الربط الإلكتروني والرقمي. So اليوم عالمنا عالم مهارات، من لديه عقلية أنه أنا ما تعلمته كافي لن يستطيع الاستمرار في الحياة، تحتاج أن تتحلى بالمرونة، مرونة العقلية، المرونة الجسدية، المرونة السلوكية. المرونة السلوكية أقصد بها أن نكون جاهز لتلقي أي أوامر وتعليمات جديدة وتغيير بمهام عملي. أنا أعلم أنه من زميلات في العمل ومن زملاء عندما يغيب أحدهم ويكلف الموظف بمهام موظف تاني يقول مو بشغلي ما يخصني، هذا مو بوصفي الوظيفي. هذه المنتاليتي يجب أن تتغير لدى العديد من زملائنا الموظفين، وأنا يعني كنت على قرب منهم في العمل، أنه يجب أن تتحلى بالمرونة. اليوم في تغييرات جديدة، في تدوير وظائف، في موظفين كانوا مستائين أزيلت منهم علاوة معينة، تم تدويرهم لعمل مكتبي أو باك أوفيس، احتاجوا للعمل عن بعد أو الحضور الميداني. عالمنا متغير، فأهم صفة يجب أن تكون لديك هي المرونة. كلمتكم اليوم عن المرونة والرشاقة على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الأفراد. تعالوا نأخذ فكرة مع بعض عن مهارات الرقمية والعالم الذي نحن قادمين عليه وما نحتاجه من مهارات جديدة. هي حيكون عنوان فصلنا الحالي. أخذنا فكرة عن إستونيا، كلمتكم عن إستونيا دولة أوروبية صغيرة كيف استطاعت، لأنها بدأت منذ زمن بعيد، أنه تزيد عدد المقيمين فيها عن طريق الإقامة الرقمية. You have your own business، وتدير منصة إلكترونية في حدود أوروبا كلها بالإقامة الرقمية.
كيف كانوا مبتكرين ومواكبين للتغيرات. اليوم كيف بتطلب المهارات الرقمية أن لا تنظر لموضوع الوظيفة التقليدية. اليوم العالم اللي نحن قادمين عليه عالم رواد الأعمال والمنصات الإلكترونية الصغيرة منها والكبيرة. اليوم المواطنين بثورة رقمية، في أخبار تدعو للتشاؤم، أخبار تدعو للتفاؤل. الشخص المستعد للتعلم، يعني أنا سأبسطها عليكم، الشخص اللي عنده استعداد اليوم من الإخوة والأخوات الموجودين معنا، اللي عنده من العقلية المرنة أنه أنا جاهز أتعلم المهارات الجديدة، أتعلم التوجهات الجديدة، هو شخص يستطيع أن يبقى حتى عمر 70 سنة يعمل، عنده استعداد أن يتعلم كل ما هو جديد. هذا هو كونسبت التعلم مدى الحياة. ليس هناك دورة أصفها لكم اليوم أنه مثل باكج أو مجموعة برامج أو to be certified by something أنه you will be ready forever. No! في تعلم مدى الحياة، ما هو جديد يظهر كل يوم. إذا عندك المرونة تتعلم بشكل مستمر، ستبقى صامدا، ستبقى مواكبا لكل ما هو جديد. الخبر للمتفائلين أنه أكثر من 60% من الوظائف بأمريكا وبأوروبا لا يملك أكثر من 20% من الشعب ومن الناس، بما معناه هناك وظائف جديدة. التقليديين وأصحاب نظرية الضحية أنه دايماً بيصور نفسه ضحية وأنه الظروف ضده وأنه الأقدار ضده، هي الناس اللي ما عندها استعداد أن تتوائم وتتحرك. الناس عندها استعداد على التكيف والمرونة، ذكية اجتماعياً، مرنة، فاهمة أنه أنا اليوم بدي أتعلم مهارات جديدة، حط شهاداتي على جرب، ما تعلمته في الجامعة أضعها جانباً، بلا شك تعطيني باك جراوند قوي، خلفية علمية قوية، لكن تعلم مدى الحياة، كل ما هو جديد. هناك وظائف جديدة تنتظر الكثيرين، تعلمها، وهناك سوق عمل لن يخلق لك فرصة، سيتنافس الآخرون عليك. هناك حرب مواهب قادمة، لأن هناك مهارات عديدة ليست متوفرة في سوق العمل. من ينظر إلى القسم المليء من الكأس سيجد هناك فرص كبيرة. الخبر الجيد لمن يمتلكون ذكاء اجتماعي، مهارات تواصل، قدرة على التعاطف، العمل as a teamwork، عمل جماعي، لديهم فرصة، لأن الآلة مهما تطور أداءها بالذكاء الاصطناعي لن تحل محل الإنسان بموضوع الجانب العاطفي والإنساني. خليني أعطيكم example. إذا تكلمنا عن رعاية كبار السن، رعاية كبار السن تأخذ كأهمية كبرى بالدول المتقدمة، ونحن من هذه الدول. عندما نتكلم عن رعاية كبار السن، أيهما يفضل؟ الكبير في السن، وتم تسميتهم مؤخرا بكبار المواطنين، اسم جميل يليق بهم. من يفضلون؟ روبوت أن يقوم بالتعاطف معهم أم إنسان؟ أكيد بفضلوا إنسان، لأنه الإنسان عنده قدرة على التعاطف، على اللي عنده ذكاء اجتماعي، قدرة على التواصل، مختلف تماماً عن الروبوت مهما بلغ تطور الذكاء الاصطناعي. فمن يمتلكون هذه المهارات هي مهارات التواصل والذكاء الاجتماعي والتعاطف والعمل الجماعي، قدرة على الإقناع، ما زالت مهارات مطلوبة بشكل دائم. ويا حبذا لتم اقرانها بمهارات رقميه، وان يكون الشخص مطلع ومواكب، يمكن ان يتبنى احدى هذه المجالات ويتخصص بها. خلاصة، المهارات هي عملة المستقبل. تكلمت عن الشهادات الأكاديمية حتى إن وضعناها جانبا، لكنها تعطينا قوة، لكن يجب أن تكون مرنا مستعدا للتعلم مدى الحياة. حرب المواهب، هناك دول تستغيبون من إحدى التقارير العالمية إنه الدول المتقدمة ستشهد شح في المهارات، بينما دول مثل الفار إيست لديها ارتفاع، دول شرق آسيا ودول آسيوية عديدة عندها فائض في المواهب، بينما دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بريطانيا عندها شح، فيكون سيكون هناك استقطاب لهذه المواهب. المواهب
المطلوبة المواهب الجديدة، فكن مستعداً لتعلم لو واحدة من هذه المجالات الجديدة، وستضمن فرصتك في سوق العمل لأمد بعيد. المرونة تكلمت عليها، قلت لكم اليوم هي كلمة اليوم، الكلمة السحرية، والرشاقة ليست فقط على المستوى المؤسسي، علما أنني تكلمت عن الفوكا وسأتكلم عنها بعد قليل. المرونة الفردية، مرونة جسدية، نقصد فيها الصحة الجسدية، هي جزء من توازن الإنسان وجزء من أنه يكون عنده لياقة، هذه أمر مفروغ منه. نضيف لها ما ركزت عليه، المرونة العقلية، المينتاليتي، المرونة السلوكية، ومرونة الإمكانيات، أن يكون عندك استعداد أن تكتسب مهارات جديدة، أن تتعلم مهارات جديدة، أن اضطريت لتعلم لغات جديدة أو لغة برمجية، التعامل مع السوشيال ميديا، التسويق لنفسك عبر السوشيال ميديا، صناعة محتوى تعليمي. هناك العديد من المجالات يمكن أن توظف نقاط قوتك فيها، تتعلم أدوات جديدة. الشيء المصطلح الجديد اللي حبيته، حبيت أنقلكم إياه، هو مصطلح اللا اختصاصيون الجدد. في كلمة أجمل من اللا اختصاصيون الجدد، هي وردت بتقرير عالمي، أنا رح بدلها بكلمة الموسوعي، الشخص الموسوعي. زمان كنا نسمع أنه أنا أهمية التخصص، ما زال التخصص مهم، لكن اليوم مطلوب الشخص المتخصص في مجال لكن عنده معرفة شمولية بميادين أخرى، يعني لديه نظرة شمولية، يستطيع فهم الاتصال ما بين المجتمع والتكنولوجيا والاقتصاد. يعني شخص على سبيل المثال فاهم آتي، لكنه فاهم مشكلة كبار السن، فاهم مشكلة مشاكل التعليمية لدى الأطفال اللي عندهم توحد، فاهم مشاكل التنمر في المدرسة، يستطيع توظيف تطبيقات ذكية على سبيل المثال. الآن حضرني الإكزامبل، خلق يعني خلق في ذهني ولم أحضر له. على سبيل المثال، شخص فاهم أنه في أطفال بمدرسة بيعانوا من التنمر، هو تخصصه IT لكنه مطلع على مجالات صحية، طور تطبيق ذكي يساعد الطفل المتنمر بالإبلاغ عن التنمر. هذا الشخص اللي بيفيدك اليوم بالعمل، الشخص الموسوعي، مو الشخص اللي فاهم شيء واحد فقط، تمام؟ فاليوم أنت محتاج للا تخصصي. لا تخصصي بمعنى الشخص الموسوعي، فاهم customer service، فاهم IT، فاهم communication skills، عنده اطلاع على السوشيال ميديا، قوي بالتواصل عبر السوشيال ميديا، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي رغم كل ما يقال عنها هي اليوم تشكل واقع الإعلام ومستقبل الإعلام، واقع التعليم ومستقبله. اليوم في social learning أصبحت اليوم طاغية، وهي تشكل اليوم حاضرنا ومستقبلنا، بس كيف نستخدمها صح؟ أوكي، سو أنت اليوم بحاجة للشخص الموسوعي، الشخص اللي عنده مهارات عديدة يستطيع أن يربط بين عدة مجالات. هذا الشخص اللي ممكن أن يحدث فارق في مؤسستك ويضيف خدمات جديدة ويستطيع إسعاد المتعاملين ووضع إضافة على رؤية المؤسسة، لأنه قادر على ربط مفاهيم متعددة وليس متخصصا بجزء واحد فقط. وبالمناسبة أنا إذا بسألكم مين الشخص يمكن الاستغناء عنه في المستقبل، التخصصي أم اللا تخصصي؟ الشخص التخصصي يعني اللي بيقوم بعمل يمكن برمجته ببساطة شديدة، الذكاء الاصطناعي يمكن جداً أن يحل محله. يعني على سبيل المثال إذا عم نحكي عن صحافة تقليدية مثلاً وكتابة مقال تقليدي، اليوم أهم الصحف العالمية الذكاء الاصطناعي عم يصيغ مقالات. المحامي البسيط ممكن اليوم الذكاء الاصطناعي يحل محله، أما القضايا المعقدة والمحامي الذكي اللي بيربط القضايا ببعض أنا ما بستغني عنه. أوكي، سو اليوم اللا تخصصي هو الشخص اللي صعب الاستغناء عنه، أما الشخص التخصصي إذا عمله قائم على تاسكات محددة ومعروفة it could be automated ويتم إحلال الآلي مكانه. هذا اللي حبيت أوصلكم إياه. هنستعرض مع بعض المهارات، طبعاً بتشبه اللي تكلمنا عنه ب ما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة، من إني أنا عندي عالم الذكاء الاصطناعي الديزاين ثينكينج بيشبه البرين ستورمينج، بس بيعتمد على تحليل أكيد قائم على العصف الذهني وعلى المشاورات والتعبير عن الأفكار بالرسومات لحل المشكلات المعقدة وتداولها مع عدة فرق للوصول إلى حلول للمشكلات بشكل إبداعي. ما زال الإبداع والابتكار مطلوب، يمكن لم أتتطرق إليه تطرقت عليه على استحياء، لكن الإبداع والابتكار خيار استراتيجي ولا غنى عنه. مثل ما شفتوا اليوم كل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والمواكبة للارتيفيشال انتليجنس كلها تتطلب الإبداع والابتكار. السلوك الاقتصادي اليوم في توجه عالمي نحو ترشيد الإنفاق. المهارات اليوم المطلوبة هي مزيج ما بين مهارات أن أنت تفهم البيك داتا، تتعلم تحليل البيانات إن أردت ذلك، مع مهارات الإنسانية اللي تكلمنا عنها التي لن تحل الآلة مكانك، مهارات اللغوية، مهارات التعاطف، الذكاء الاجتماعي، بحط تحته 100 خط أحمر، لأنه الذكاء الاجتماعي هي مهارتك في التعامل مع الناس. أنا اليوم عملت بوست على الفيسبوك
قلت إنه you don't hire for skills, you hire attitude. You can teach always, you can teach skills. المهارات ممكن تعلمها لأي شخص، بس الاتيتيود اللي هو سلوك الإنسان، سلوكه إن كان إيجابي أو سلبي، عدواني أو إنساني، الذكاء الاجتماعي كيف تتعامل مع غضبك، مع توترك، كيف تتعامل مع كل إنسان حسب عمره، حسب ثقافته، فن التعامل مع الآخرين يلخص الذكاء الاجتماعي لديك، يمكن أن تنميه طبعاً. مهارات لن تجيد الحواسب تكلمنا عنها اليوم، تكلمت عن ريادة الأعمال، تكلمت عن اليوم سينشط نشط وينشط موضوع المنصات الإلكترونية وعمل البزنس بأقل التكلفة، والمنصات الوسيطة بين العملاء، بين الوسطاء، بين الشركات، هو هذا البزنس الحالي والقادم. لن يكون هناك استئجار لمباني ولكمبيوترات ومكاتب، والطريقة التقليدية في العمل أصبحت طريقة بائدة وفيها إنفاق كثير غير مجدي. كثير اليوم شركات اختصرت النفقات، سبيشلي الغير حكومية، الشركات الموجهة بالربح، بالربحية، اتوجهت نحو ترشيد الإنفاق والاستفادة من الموظفين في بيوتهم، وفرت كوست كبير مع تحقيق ربحية عالية. أوكي؟ هذا سلايد استعان فيه شرطة دبي من دوائر حكومة دبي المتقدمة، اللي ببرنامج دبي للتميز الحكومي بياخدوا مراكز ريادية، طوروا مجموعة من الوظائف تتناسب مع التقنيات الذكاء الاصطناعي القادم. هي كانت أحد الإكزامبل. أوكي؟ خبرتكم يعني من الأشياء اللي لفتت نظري، مركبات ذاتية القيادة بكرة إذا صارت موجودة في الشارع، مركبات ذاتية القيادة لابد من أناس متخصصين بتشريعاتها، مهندس الحركة، مصمم المركبات، ناس للتشريعات، أوكي، للتعامل مع التقنيات الحديثة، وقس على ذلك قطاعات أخرى. نشوف مع بعض من سيدني. We are calling it خلاصة إنه مهارات المستقبل لا يبنيها مهارات الماضي. لا تستطيع أن تركن إلى أمجاد الماضي أو شهادات تلقيتها حتى لو من أهم الجامعات في العالم، حتى لو وصلت للماستر الماجستير والدكتوراه، يجب أن تتعلم مهارات جديدة. نحن واشكنا على نهاية الورشة، سأمضي على عجالة على مصطلح، لأنه تكلمت عن الرشاقة وضربت أمثلة على مؤسسات تحركت بسرعة، سأختم بالحديث عن الفوكا. الفوكا هو المصطلح الذي يصف عالمنا اليوم، ومصطلح منشأه عسكري بيحكي عن volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. مقصود فيها نحن نعيش بعالم متقلب، في حالة من عدم يقين، يمتاز بالتعقيد ويصعب التنبؤ به. هذا العالم لليوم. اليوم لما بوصف الاقتصاد أنه يوصف اليوم الاقتصاد العالمي بأنه اقتصاد فوضوي، وهي ليست كلمتي، هو مصطلح يصف اقتصاد العالم اليوم. لا يمكن التنبؤ به. في شركات كبرى تنهار، في شركات عم تندمج، في دول عم تعاني من إفلاس، في بيك فايف الشركات الكبرى في العالم لديها ميزانيات تفوق ميزانيات دول مثل الأمازون، مثل أبل، مايكروسوفت، فيسبوك. في اليوم تغير بالعالم نشهده يصعب التنبؤ به. كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بأنك تتحلى بالرشاقة. مصطلح الأجيليتي هو مصطلح اليوم، هو الكلمة التي ركزت عليها وربطتها بالمرونة وأسقطتها على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسي، أن يكون لديك قدرة على التحرك بشكل رشيق. هذا اللي شفناه، أضرب لكم أمثلة، لما من وقت ما بدأت الجائحة كان في نشرة يومية من متحدثة باسم وزارة الصحة، كانوا يتكلموا عن إجراءات يومية، تم تعديل الإجراءات والقوانين بشكل يومي، يتم مراجعتها، في شفافية بالتواصل. هي من أسرار القيادات اللي نجحت على مستوى العالم، ومنهم رئيسة وزراء نيوزيلندا والمستشارة أنجيلا ميركل،
والعديد من القيادات في دول العالم التي تحركت بسرعة ولم تتأخر في التعامل مع الجائحة كانوا بيتصفوا بالمرونة والرشاقة المؤسسية، قدرة على التكيف، الاستماع للعلماء للساينس شو عم بيقول، والتحرك بسرعة. في دول تأخرت في التحرك فأصبحت عدد الإصابات فيها كبير جدا. لذلك الرشاقة المؤسسية هي بتكون الحل. قنوات الاتصال مانا بيروقراطية، مو بحتاج لاعتماد المدير الفلاني ولا المسؤول الفلاني، بيكون التحرك على مستوى الفرق، مو تحرك هرمي تقليدي، لا، بيكون تحرك على مستوى فرق ممكنة، صاحبة قرار، عندها ميزانية، الكوميونيكيشن موجود للتعامل مع الأزمات والتحرك والتكيف معها بشكل سريع. وأذكر منها مؤسسات متقدمة بحكومة دبي، منها ديوا هيئة كهرباء ومياه دبي، من أكثر المؤسسات الرشيقة، لدرجة أنه طلعوا معيار من الرشاقة المؤسسية، معيار جودي على مستوى العالم، هيئة الطرق والمواصلات، شرطة دبي والبلدية، الجمارك والعديد من المؤسسات التي نفتخر بها. أكتفي بهذا القدر أخت فاطمة، أخت دعاء، إذا بتحبوا نفتح مجال للأسئلة مشان نعطي فرصة للإخوة والأخوات. شكرا للأخت نريمان على هذه الندوة، فعلا كانت أكثر من رائعة، أنا شخصيا استفدت كثير. وإحنا دائما طبعا نفتخر في دولة الإمارات، طبعا دولة سباقة في كل المجالات. عشان ما نطول على الحاجة، إذا ممكن ناخذ بعض الأسئلة اللي ممكن. أكيد نبدأ بالأخ محمود عزت، عم يقول جميل أن يكون الذكاء الاصطناعي خادم الإنسان مساعدا له على تسديد الصعوبات بنظر سكان الأرض والتزايد المستمر، وبالمقابل إحلاء الذكاء الصناعي محل البشر، أليس هذا مؤشر على سرعة تدبير الإنسان الذاتي لنفسه؟ حلو السؤال، حبيته، هذا سؤال جدلي. أي فعلا سؤال جدلي أخ محمود، طبعا في مخاطر. اليوم عم تلغى وظائف عديدة، وأنا عرضت لكم أكثر من 3-4 small movies short movies كانت عم تعطي أجوبة سريعة أنه في ناس لم تكن متوائمة، ما زالت بالعقلية التقليدية بوظائف الإدارية القديمة تم الاستغناء عنها وأصبحت بلا عمل. أنا سمعت خطاب لجو بايدن، كان عم يتكلم رئيس الولايات المتحدة الحالي، عم يقول هناك العديد في العالم خسروا وظائفهم وهم ليس لهم ذنب. في تداعيات صارت بسبب الجائحة، أضف عليها ما تفضلت به أنه اليوم الروبوتس والذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائف عديدة. سؤالك جدلي، هناك أناس قالوا لا، هناك وظائف جديدة يحتاج العالم، وأنا نوهت أن الشخص اليوم المرن الذكي قادر على تعلم وإيجاد فرصة له بسوق العمل. أما الشخص الذي سيتجمد يصاب بالشلل بمكانه سيفقد عمله وحياته الاقتصادية مهددة. أكيد أنه الإنسان عم يدمر نفسه في شيء منه، كلامك فيه من الصحة، لأنه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في خلاف عليها عالمياً. اليوم بده يتم ضبطه. إذا الذكاء الاصطناعي سيصل ب2050 لمستوى ذكاء الإنسان سيصبح خطراً. تخيل الآلي عم تاخد قرار عنك وتصبح هي ما بتقدر تطفيها. يعني إحنا بالمعنى التقليدي لما كنا نشوف أفلام هوليود إنه أنت بتفصل كنت الباور عن الآلي إنه تعطلها، لا، اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح ذكي جداً ويخشى منه. فش في شيء من الصحة بكلامك واستفسارك. أخ أحمد عم يسأل ما مدى تناسب رؤية مع التسارع التقني، هل الرؤية تكون بجودة عالية مع التسارع الزمني والذكاء الاصطناعي؟ حلو هالسؤال. إن كنت تسأل عن رؤية بالدولة، بدولتنا بالإمارات، وعم تسأل عن المؤسسات الحكومية، نعم الرؤية اليوم عم يتم تعديلها وتحديثها. هي بتعكس مفهوم السرعة التكيف. ما في رؤية ثابتة. زمان لما كنا ندرس الفيجن والميشن كانت كأنها مقدسة، لا، اليوم هي فليكسبل، أكيد بتعكس تقنيات. وأنا أشرت لكم لا أهداف استراتيجية مؤسسات حكومية أعرفها عن قرب، مثل ديو وارتي وشرطة دبي، عندهم أهداف استراتيجية بأنه أسطول السيارات لديهم يكون على سبيل المثال بحلول 2025 سيارات كهربائية طاقة نظيفة، تمام، في جزء سيارات ذاتية القيادة. هذا بيعكس التغير بالرؤية ومواكبة للتسارع التقني. أخ مأمون كتب شكراً. شكراً لك. في استفسارات تانية أنا كاتبين لي أنا ما شفت الباقي. أوكي تعليق عم شوف، حاول بس أعطي فرصة للآخرين. ندوة ثري، ما هو الفرق بين المرونة والرشاقة؟ حلو الكلام أخت أحلام، حلو السؤال. المرونة مفهوم عام بيحكي عن الفليكسيبيليتي. الرشاقة المؤسسية اليوم عملولة منهجية، عملولة علم كامل، فيه مفاهيم مؤسسية، فيه طرق عمل، يعني فيه تقدري تقولي تشكيل فرق بطريقة هيكلية معينة تسمح للفرق الممكنة باتخاذ القرار.
فالرشاقة المؤسسية اليوم تطبقها مؤسسات عديدة، أصبحت علم قائم بحد ذاته، له منهجية وله آليات واضحة بالمؤسسات، بتمكن الفرق السمول تيمز إنها تاخذ قرار. أنت اليوم كل ما مكنتي أكبر عدد الأفراد وقضيتي على الهرمية الفيرتيكال وحولتيها لهوريزونتال، عم تعملي منها مؤسسة رشيقة. بينما المرونة بتبقى موضوع يعني المعنى الواسع المرونة. فبشكرك، سؤال حلو. بتوقع هيك انتهيت من الإجابة على معظم اللي سألوا. دكتور مأمون عطعوت، حياك الله، ذكرتك دكتور مأمون، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكل اللي سألوا، شكرا للحضور الكريم، ما شاء الله عدد كبير، شرفتونا بحضوركم. صح أنا ما سمعت صوتكم أنا، بس سعيدة بحضوركم وحاسة فيه. شكرا على كل الكومبليمون. تفضلي فاطمة. شكرا للأخت نريمان وشكرا لكل الحضور.